الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والعقم طب القصر العيني، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية. حوار لأول مرة نثيره من هذه المنطقة المهمة جدا في سلسلة شديدة الاحترافية، شديدة التوضيح والتفصيل للمنطقة الهامة في العلم اللي اسمها الضعف الجنسي. ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور أحمد عادل، أهلا بك دكتور أحمد. أهلا دكتور عيني. الحقيقة ضعف الاستجابة قضية علمية خطيرة جدا. ما معنى ضعف الاستجابة؟ احنا ذكرنا قبل كده دكتور ايمن في حلقات سابقه ان احنا حاليا في الفتره الحاليه دي بنسميها era of the poor responders او عصر ضعيفي الاستجابه. واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان المنشطات دي كلها بدات باواخر التسعينات، وصلنا لمرحله من الانتشار زي ما حضرتك ذكرت انها بقت patient to patient مش doctor to patient. يعني كانت قبل كده الدكتور هو اللي بيوصفها للمريض، احنا وصلنا لمرحله ان الصديق بيوصفها لصاحبه، زملاء العمل، الناس اللي قاعدين على القهاوي، وده كان بيلعب دور كبير في النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. هي وسيله رشوه على فكره. بالظبط كده. تعرف انها وسيله رشوه للاسف الشديد. فاحنا وصلنا لمرحله من الانتشار الضار. ليه؟ دايما في جمله انا باصر ان انا اؤكد عليها، الضعف الجنسي هو عرض لمرض. في بعض الاحيان وكل يوم في عياداتنا في مرضى بيكتشفوا انها مرض انهم مرضى سكر عندي وانا دكتور امراض ذكوره. في ناس بتكتشف انها مرضى بارتفاع ضغط الدم عندي وانا دكتور امراض ذكوره، لانهم بيتناسوا انه في احيان كثيره بيكون الضعف الجنسي ده هو بدايه اعراض مرض اخر. ده اللي بيخلي في ناس كتيره جدا اول ما يبتدوا يحسوا باي تغير في ادائهم يبداوا يلجأوا لصيدلي قريب منهم، لصديقهم في العمل، او حد قاعد معاهم على قهوه. اعمل ايه؟ وبتبقى اسهل اجابه خد دي. خد دي، حتى وانا بقولها دايما لو جابت نتيجه دلوقتي حضرتك بعد شويه هتفقد هذه النتيجه. ليه؟ لانك عالجت العرض مش المرض. انت كانك واحد عنده صداع بدل ما يدور على سببه خد مسكن، في الاول هيروح بعد شويه مش هيروح. ده اللي بيخلي واحد يبدا، ودي الجمله الشهيره دي هي ربع حبايه، ما هي الربع ده بعد شويه هيبقى نص، هيبقى قرص. وبيجي لنا ناس وبدون اي مبالغه يا دكتور عيني 4 حبايات في المره، 5 حبايات في المره، بقول له يا فندم انت كده هتموت روحك. مش لانه، ودي نقطه في غايه الاهميه، في يعني اعتقاد شائع جدا عند كل الناس الادويه دي يا فندم بترفع الضغط خالص، حاجة زي ما ذكرت بتؤدي الى انخفاض بضغط الدم. انت حضرتك تعرف في ادويه اللي فيها مركب النايتريت، هو ليه النايتريت كونتراندكيتد ما ينفعش يتاخد مع ادويه السلدنافيل؟ بالظبط. لو انا خدت دوايين بيوطوا الضغط هيعمل هبوط شديد في ضغط الدم. حضرتك لما هتاخد 5 حبايات انت بتعرض نفسك لهبوط شديد في ضغط الدم قد يؤدي الى توقف عضله القلب. فبالتالي فكره ان انت تبقى طبيب روحك او صاحبك هو طبيبك، ده اللي بيؤدي في النهايه على يعني احسن الفروض ان الحبايه تبطل تجيب نتيجه. اما كانش اخطر من كده. فهي دي اكبر مشكله بنواجهها حاليا، فكره انها بقت patient to patient، واحد بيدي لصاحبه وواحد بيدي لصديقه. الادويه الخاصه يعني لو احنا اطلقنا عليها هي منشط جنسي ولا مقوي جنسي؟ اصل منشط دي ما تستوستيرون يعتبر هرمون، يعني الجلوتروفين ريليزنج هرمون يعتبر منشط. السؤال ده يا دكتور ايمن بقى غايه الاهميه. يجي المريض والاقي ان هو مثلا عنده فرصه انه يجيب نتيجه على العلاج، وابدا اكتب له علاج اللي احنا نذكر بعد شويه ان هو مش بس حبايه منشطه عند اللزوم. فالمهم ابدا اكتب له دواء بدون ذكر اسامي طبعا. الاقيه بيقول لي ايه ده يا دكتور ده ما هو منشط، انا مش عايز منشطات انا عايز علاج. ودي فرصه ان احنا نوضح للناس يا جماعه هو يعني ايه منشط. منشط يعني بينشط الدوره الدمويه الضعيفه اللي احنا شخصنا، لان دي النقطه الاهم اللي بنتكلم عليها دايما، التشخيص واهميته، اللي اثبت ان انت عندك قصور في هذه الدوره. فبالتالي انا محتاج اديك دواء ينشط هذه الدوره، فهو اسمه منشط لانه ينشط هذه الدوره. ده مش معناه انه مش علاج، ما هو يا فندم ده علاج، انت مرضك قصور في دوره دمويه حله دواء ينشط هذه الدوره. فمنشط ده مش معناه انه ده مش علاج، المنشط هو علاج، لكن على شرط اكون في البدايه شخصت حضرتك وجه القصور فين. هل هو وجه قصور في دوره دمويه، شرايين ولا اورده؟ هل في مشكله في نسيج القضيب؟ هل عندك نقص في الهرمونات ولا لا؟ لانه دايما ودي بيغفلها الكثيرون، ممكن تبقى مشكله حضرتك نقص مستوى هرمون الذكوره، الدوره الدمويه عندك ما فيهاش اي حاجه، ويبقى حلك حاجه اسمها تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، وده بيخليك تتنقل من حال الى حال. فالفكره انه دايما التشخيص هو بيلعب الدور الاكبر، واللي بناء عليه
انا بدي حضرتك علاج كامل يخص الهرمون لو كان في نقص، وساعات حتى لو كان مستواه طبيعي بنسميه لو نورمال. ويمكن قدامنا دلوقتي صوره للتشخيص ودي اتكلمنا عليها في حلقه سابقه، بيوضح انه دي صوره بتوضح تسريب وريدي، انه ضخ الدم جوه القضيب كويس لكن للاسف ما بيقعدش فتره كبيره جوه القضيب وبيرتجع مره اخرى فبيفقد المريض الانتصاب بتاعه. الحاجات دي في غايه الاهميه، لان دي عن طريقها هرسم خطه العلاج للمريض. هل هو فقط محتاج دواء عند اللزوم ولا في حاجه ديلي دوزز دوزنج؟ يمكن بره دلوقتي يا دكتور ايمن بقى في ريكومنديشن عالميه بعد سن الأربعين، حتى لو ما فيش شكوى من ضعف جنسي، حتى لو ما فيش شكوى بناخد 5 ميلي جرام تدلافيل، تدلافيل on daily basis كل يوم، حتى لو حضرتك ما ذكرتش ده برضو مشابه للسيلدينافيل ولا مشابه للسيلدينافيل بس ليه مود اوف اكشن مختلف شويه، ان هو لونج اكتنج. فبناخد 5 يعني السيلدينافيل معروف ان هو بيقعد 4 ساعات ل 6 ساعات. لا التدلافيل ده بيقعد 36 ساعه. فبالتالي بره دلوقتي بعد سن ال 40 حتى لو ما اشتكتش من وجود ضعف انا بديك 5 ملي جرام ديلي كل يوم كحاجه وقائيه. فبالتالي التشخيص مهم، هعرف بيواجه القصور فين اوجه علاجي ليه. عارفين ان لعيبه الكره في الدوري الانجليزي كتير منهم بياخد سيلندلافيل بيحسن الاداء الرياضي بالظبط اون ديلي بيز. ده بقى ريكومنديشن عالميه دلوقتي للرياضه بقى، بس دي مش دعوه مننا ان حكي يلا بقى على اقرب صيدلي وناخد كل يوم. لا لا لا، عشان قصه مختلفه. بالظبط، انا بتكلم على انه قد ايه سيف وقد ايه ليها استخدامات ثانيه كتير. بالظبط بالظبط كده، هيجي لك العيان عنده خلاص عدم استجابه زي ما انت قلت، طب هنعالجه ازاي؟ يعني خلاص انتهى، خبط في حيطه ولا له اسلوب علاج ثاني؟ تبدأ أولى خطوات العلاج بالتشخيص. حضرتك أنا هعمل لك مجموعة من الفحوصات هنعرف بيها الوضع الحالي عندك إيه، وجه القصور جاي منين، ثم نبدأ خطوات العلاج بتاعتنا. وده يقودنا لنقطة مهمة جدا، في المرضى تيجي تقول بس أنا سمعتك يا دكتور بتقول إن العلاج 3 مراحل، حالة علاج دوائي، حالة حقن موضعي، وتدخلات جراحية. مش أنا اللي بحدد ومش المريض اللي بيحدد، ده بيتم في أضيق الحدود، لكن اللي بيحدد هو طبيعة الحالة، اللي بيحدد هو وجه القصور ودرجته. بمعنى في مجموعة فحوصات بنعملها، يمكن اتكلمنا قبل كده على فحص البينايل دوبلكس وقلنا قد ايه هو مهم وقد ايه مهم انه يتعمل بإيد خبيرة. ومشكلتنا الكبرى في هذا الفحص انه للأسف اغلب اللي بيعملوه مش فاهمينه، يعني خلينا نكتفي بكلمة مش فاهمينه يعني. فبالتالي الأهم هو ان انا اعمل لك مجموعة الفحوصات اللي هي مش بس كمان هرمون ذكورة، مجموعة هرمونات متكاملة، سكر، حتى لو انت مش مريض سكر لازم تحلل سكر، في مرضى بيكتشفوا عندي في العياده انهم مرضى سكر، وفحص الدوبلكس ده. بناء على هذه الفحوصات هقدر اقول بالظبط انت درجه الضعف اللي عندك ايه، ثم تبدا خطوه العلاج اللي جايه. لو في فرصه لعلاج دوائي ما بيكونش مجرد قرص عند اللزوم، ده بيكون علاج دوائي كامل بنحفز بيه الدوره الدمويه، حاجات بناخدها كل يوم، حاجات بنحفز بيها مستوى الهرمون. في بعض الناس تقول طب افرض انا الهرمون عندي مش ناقص، هاخد برضه هرمون؟ طبعا، بس بدوز معين، بجرعه معينه، لانه في بعض الاحيان بيكون المريض الليفل بتاع الهرمون عنده طبيعي لكن محتاج اعلى شويه عشان نبدا نشوف اعراض اكلينيكيه احسن عن الموجود عنده. لكن طبعا مش كل الناس هتستجيب على العلاج الدوائي، فبالتالي بتوجد بقى المراحل الاخرى اللي اتكلمنا عليها اللي هي الحقن الموضعي او التدخلات الجراحيه. ويمكن احنا الحقن الموضعي اتكلمنا عليه قبل كده ومعانا صور خاصه بالظبط كده وعندنا صور الخاصه بيه. الحقن الموضعي حل مشاكل ناس كتيره يا دكتور ايمن. في ناس كتيره كانت فقدت الامل وقالت خلاص طالما ان انا مش جايب نتيجه على الحبايه يبقى انا كده معليش اي حل ومش عايز اعمل عمليه، يا اما ان انا خايف من فكره التدخل الجراحي رغم بساطته او ان انا خايف من التكلفه بتاعته. الحقن الموضعي انقذ الناس دي، لان احنا بنتكلم على وسيله سهله فعاله وتقريبا التكلفه بتاعتها تشبه بالظبط تكلفه العلاج الدوائي العادي. فالحقن الموضعي انقذ ناس كتير وعشان كده بنسميه القديم الجديد. هو كان زمان موجود قبل ظهور المنشطات، ومع فقدان الفعاليه عند قطاع كبير من المرضى رجع تاني يبقى حل لهؤلاء المرضى. فالحقن الموضعي واحد من اهم الحلول اللي ممكن نلجا لها في حال ضعف الاستجابه على المنشط الجنسي. لكن يبقى ان الحل النهائي والجذري واللي بيخلينا دايما نقول بقلب جامد يعني ان الضعف الجنسي مرض له حل هو وجود جراحات زرع دعامات القضيب، اللي هي الجراحات اللي بتشكل الحل النهائي اللي يخلي المريض يرجع له قوته الجنسيه ويستأنف حياته الجنسيه بكل نجاح.
ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة اللي بتسعدني جدا بحواره العلمي، بتسعدني بحوارك العلمي. أشكرك جدا. وبدقة توصيفك الرائع جدا أستاذ الدكتور أحمد عادل، مدرس واستشاري أمراض الذكورة والعقم بكلية الطب قصر العيني، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية، صاحب الأداء العلمي الراقي جدا والمحدد جدا والواضح والأكاديمي جدا. خليكم دايما معنا سهل. الفيديو ده فيديو مختصر شوية للي بيحصل في الحياة الخاصة بالإنسان اللي عنده مشكلة مثلا في الظروف وعنده ألم. الحلول الصحيحة تبدأ بالتفكير الصحيح، بالقرار الصحيح دائما. و